Sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. موضوع حلقتنا لليوم هو عن زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفي. زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفي عادة قديمة كان يفرضها بعض المجتمعات والقوميات القديمة والجديدة أيضا. وعندما نجد أنفسنا ضمن الخيارات المعقدة والأسئلة التي يصعب التفكير فيها، نحاول دمج المشاعر والعقلانية في آن واحد، وهذا الشيء صعب جدا. عادة هو قرار عائلي حفاظا على الأطفال لكي لا يصبحوا خارج نطاق العائلة، أي أن الأرملة تتزوج من رجل غريب. وفي بعض العادات والتقاليد القديمة كان يفرض هذا الزواج خوفا على مستقبل الأطفال، لأن بعد العدة يحق للأرملة الزواج. وأيضا في الزمن القديم لم يكن باستطاع المرأة الأرملة أن تحمي أطفالها وتربيهم حتى يصبحوا بالغين، والعائلة تعطي الأولوية لتربية الأطفال تحت غطائها العائلي لأنهم من رائحة المتوفي، أي أنهم استمرارية له. وهذا الموضوع يختلف فيه الرأي بين المجتمع والآخر والقومية والأخرى، والأغلبية الساحقة ترفض هكذا نوعية من الزواج لأنها تعتبره نقيصة بحق المتوفي. ما رأي الشرع والشارع العام عن موضوع؟ خل شرية بالزواج براج جنب راخوية براينك يا أمري خديكري. بتزاني زواج براج براي بلاك براي خوي. بنعمد كعشائر وتقاليد. أيوة. إنه ويبستلين. بس أزبي تقاليدي أزبي مقنع يعني. أيوة. بلا كابرة بلا كابرة طبعا دب خواه طبعا خواه يعني تبها دور دخواه بد خواه ناف هفدور ودنيا ناف هفدور رات كبل يعني راسة. يعني قضاء وقدر الدنيا تشيبو أو مر براي ما أزبي ركاي بين أبايا الجمع نا طبيعية ونا أزبي نا مقنع بي بس شيخ ومليمة حلال كريد بتقاليد إسلامية. أيوة. حلال. طب زاروكا في برايا في أمري خودي كريد زاروك دورا خود ليزي في تشتي ده زاروك دبي دورا خود ليزي زاروك دبي يعني دبي خوي نرافك. أيوة. ياش خوي ناوي إيه طيب أبا يا باشا برا خوي ناوي بيجي وزاروك جي شيبوش بيراكا بريوي دي زاروك سي زاروك بيجي. باشا أبيرك جوانة بيرك جوانة برا شخص بزوجي زارو كبري خجار زي بين جبهة وزي جارت خدي بكر بس أما إلى كبري خبينا والله إحنا مقنع مدي. أيوة. أسبينا مقنع إيه مكر أيام أزنا مقنع وكشعب يعني أكثر يوان جلوي وهناك جي أكثر يوان تبي بوي تقاليد. أفتشتها اعتبار بجريمة تشتك كالجمة الجمة إيه مس حسبين كجريمة. أيوة. كجريمة. أيوة. لأنه مقوته بري بهاي مقوته مقوم منافع بدو درعت كذب ومبهدو دخول وقت نجو أحزان وكيف ومكش بدورة ودنين أم دبيجين. بلى. يعني شاوة إلى كابري خدش. خال رياته بزواج براج جنبرا خويا أمري خودي كلي. رياته فيتش تيتشيا. غير عامل غير مناسبة غير مناسبة بس مجبوري زاني. أيوة. تيز عارف هابن عارف بور بين. يك مجبور بين. يعني أيوة. حتى بيك نرى دا إلى كيجي. طب افتشت هذا الزمان بريد ايش ما قالك ايش يدبو الزمان بريد قالك خرافات بريد
كيليد بي أيوة زارون دورو خذ ليش تدي ليزي قديت دورا خا زارب ليزي يعني دي ليزي إنه مثلاً وزارو كابن دي لا مثلاً مجبور إنه بزوج يعني شكل مجبور إنه زارو كابن مجبور بزوجة قراءة الجوا خديكي أيوة يعني لبنا ديج ناف خل رأيته شيء إنه براب زوجي بيركب رأي خوي برينك يا أمري خديك لي دي صار وضعي عائلة يعني مثلاً ها زاروبنا يبوي خدم أيوة زاروبي يبوي خدم مجبور يعني مثلاً براك هناك يكاد ما يجيش بي خاطر زاروبي أيوة يعني أب ناف ملاقي ما دكشيد بي قلت أيوة صار خاطر زاروك يعني ده زماني بريدة أبتش قريب تشيد بو زماني بردا بهتر شيد بو يعني حتى إنه جارنا زاروك نبونجي حتى زاروك جارنا مازنجي بو أيوه عن بركة برايخة محل بس فنها وضعين هذا مثلا بريدة وقتي دا وقتي خورتن بعض شتي هناك يجيلك نافكر بس إنه وضع عائلة سروع فرت كبير شتي هناك إيش بي خاطر زاروك برايخة محل أيوه يعني زاروك دورو قديش شتي طبعا شتي أكيدا يعني أبتش ده هناك يجيلك عائلات هذا الشيء بيت ضغطة عائلية سردية إنه بيت اشتهى بكيش بي خاطره زعروك برعي منها ضغطة خمار وحفت اشتهى دبي جريمة تشتك نعولا نجريمة رأيها مدى تشتكى باش يعني اش بي خاطره زعروك برعي بيرا باش يعني شترى او زعروك مثلا سبي دياواج واقرها شوية كفاية ديجر او جم اجنامك خمان جم عامك خمان تعدل وابي بس وقت ديكا وابي بيهتر وأيضا لدينا احتمال أن يكون لزوجة المتوفي طمع مادي إذا كانت مادية المتوفي جيدة. ومن الناحية القانونية إذا تزوجت المرأة من رجل غريب يسقط حقها في حضانة الأطفال، ويقدر علماء علم الاجتماع نسبة 20% لنجاح مثل هذا الزواج حسناً. وإذا تحققنا نجد أن هناك إقبالاً للأرامل على هذا الزواج، والسبب هو أن المرأة عاطفية أما الرجل عقلاني، فالمرأة تبحث دائماً عن مصلحة أطفالها لأنها تحبهم وتشعر به، والرجل عقلاني يريد المحافظة على أطفال أخيه. وأيضاً سألنا هذا السؤال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكم بعض التعليقات. أما بالنسبة المنطقية لهذه الحالة، نرى أن الزواج الأخ من امرأة أخيه المتوفي هي حسنة لكل الأطراف، فمن الناحية العائلية حافظت العائلة على أولاد ابنها المتوفي، ومن ناحية المرأة هي أيضا لم تتشتت عائلتها بعد وفاة زوجها، ومن ناحية الأخ فقد حافظ على أولاد أخيه من الضياع ومن سلطة أب غريب. Thank you.
all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life.